دعوة عبر الأيام إلى كل الكيانات التجارية أن تدخل على هذه المنصة وتطلع على آليات العمل بها وتفاصيلها حتى تكون يعني حتى يستفيدون من هذه الخدمة. هي تقدم حقيقة 4 خدمات أساسية هذه المنصة. هذه الخدمات الأساسية تتضمن الإعلان وبيع الوثائق إلكترونيا وأرشفة العقود، وكذلك ما يتعلق بالدعوات المباشرة ولجان المشتريات. هذه 4 خدمات أساسية تقدمها المنصة، وحقيقة هي أطلقت اليوم بعد ما استكملنا متطلبات إطلاقها. بدأناها بعمل تدريجي لبعض الوزارات. هناك 500 يعني تقريبا 500 جهة ممكن أن تستفيد من هذه، و500 جهة مشمولة يعني كوحدات إنفاق أو كجهات حكومية ممكن أن تستفيد منها. الآن أكملنا تقريبا 11 جهة دخلت بالمنصة بشكل، من بينها يعني وزارة التعليم العالي، وزارة العدل، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة الموارد المائية، البنك المركزي العراقي، هيئة الإعلام والاتصالات، المحكمة الاتحادية، مجلس القضاء. هؤلاء دخلوا الآن، ولدينا نصف الوزارات المتبقية تقريبا الآن في طور تدريب الكوادر، لأنه أي جهة تدخل بهذه المنصة يتم تدريب كوادرها، يعني تدريب كوادر خاصة، ويعطون اليوزر نيم هذا الخاص بالدخول للمنصة، وبالتالي يدخلون يعني لنشر إعلاناتهم.